بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا معكم اخوكم ناصر العطية. طبعا انا متواجد الحين في اسبيتر. انتم تعرفون اسبيتر هو من افضل الهوسبيتال حتى على مستوى العالم. تشوفون جميع الرياضيين موجودين في هذا المكان لتجهيزهم وللعلاج. واحنا يعني كرياضيين دائما فخورين ان عندنا هذا الكلينيك هنا موجود بقطر، ويعطيهم الف عافيه. ودائما يعني الحمد لله مهتمين في الرياضه القطريه والرياضه العالميه، ونتمنى ان شاء الله التوفيق لاسبيتار، ونتمنى لهم ان شاء الله يعني ان يتقبلون دائما الرياضيين في من جميع انحاء العالم ان شاء الله.